في إطار مبادرة سفراء الجزيرة، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام دورات تكوينية أشرف عليها طاقم من الإعلاميين المهنيين التابعين لقناة الجزيرة. دورة صناعة الفيلم الوثائقي سويرت من طرف المدرب حسام وهبة. أنا اللي لاحظت أنه أنا هذه دورة الفيلم الوثائقي، طبعاً أنا سعيد جداً بهذه أن أنا أعطي هذه الدورة، لأنه في مفاهيم كثيرة خاطئة يعني بالنسبة لموضوع الفيلم الوثائقي. الناس تفهمه كما ترى في التلفزيون، يعني في المحطات الصحفية والموجودة. أنا بشوفه ضمن الرؤية الدرامية والإستيتيك والجمال والإبداع، وهذا هو اللي بحاول أنفذه للطلاب، أنه تصحيح المفاهيم الخاطئة وفهم الفيلم الوثائقي بطريقة فعلا كما يجب أن يكون الفيلم الوثائقي ضمن مفهوم الدراما. لقد وجدت هذا التدريب مفيد جدا، خاصة الذي حضرته حول الفيلم الوثائقي من تأطير منتج مشهور بألمانيا. لقد اكتسبنا تقنيات عدة تساعد في كيفية إنتاج وكذا صناعة الفيلم الوثائقي. في حين كانت الإعلامية سلمى الجمل مشرفة دورة التقديم الإخباري. سعيدة جدا بمشاركتي ضمن مجموعة سفراء الجزيرة في زيارة جامعة ابن زهر. سفراء الجزيرة كانت حاضرة في هذه الجامعة أكثر من مرة، هذه هي مشاركتي الأولى. لاحظت هناك يعني شغف وتوق كبير من قبل الطلاب للدخول في عوالم الإعلام والعمل الصحفي في الميادين المختلفة. هناك ورشات متعددة، أقدم ورشة التقديم التلفزيوني الإخباري. حاولت جهدي أن أمرر حصيلة خبرتي في هذه الفترة التي عملت فيها أمام الشاشة إلى الطلاب، وأظن بأنني يعني استطعت أن أعطيهم مجموعة من المعلومات يستطيعوا من خلالها أن يقرروا إن كانوا يريدوا أن يكملوا في هذا المجال أم لا. ودورة الإرسال التلفزي من أماكن النزاع والسلامة المهنية من تأطير الصحفي محمود الكن. الدورة كانت تتحدث عن بداية عن التخطيط المهني للسلامة المهنية في مناطق النزاع والتي تشهد سواء اشتباكات أو نوع من الحروب، وكيف يخطط الصحفي إلى دخول تلك المنطقة سواء عن طريق آلية الدخول أو الخروج، وما هي الاحتياطات التي يجب أن يقوم بها خلال أو تقوم بها خلال تلك التغطية. وأخيرا دورة مهارات الصوت والإلقاء كانت تحت إشراف المدربة الإعلامية أسيل سامي. الهدف الأهم لهذه الدورة هو نقل الخبرة العملية للعاملين في قناة الجزيرة للمستهدفين في هذه الدورة. بالنسبة لي كان موضوع دورتي هو تركيز مهارات الصوت والإلقاء، وطبعا الصوت والإلقاء هو جزء مهم جدا ومحوري في نقل المادة إلى المتلقي، سواء كان هذا المتلقي يشاهد التلفاز أم يستمع إلى الإذاعة. تعلمنا من خلالها كيفية الإلقاء، كيفية تلوين الكلام، كيفية الترانزيشن أو الانتقال من فقرة إلى أخرى، يعني كيف يمكن تقسيم الخبر، كذلك كيف يمكن التعامل مع طبيعة الأخبار عندما نتحدث عن خبر أو عن تقرير إخباري معين، كيف يمكننا كذلك الحديث عن خبر فني وما إلى ذلك. وكانت هذه مناسبة لطلبة الإعلام لصقل مواهبهم واكتشاف مكامن القوة والضعف لديهم والعمل على تطويرها.